عجقة يا دنيا عجقة، عجقة وتاهو الحبايب، عجقة كبيرة يا زلمة، عجقة عجقة. ايه ايه يا عمي شو هيدا النقية؟ انت شو انت لك عمي هيدا؟ لك شو النوع من البنايات هيدا؟ لك هيدي مانا بناية، هيدي زريبة هيدي. لك كيف واحد بده يشتغل فيها يا عمي؟ لك نحن مسلمين عم نصلحها ونظبطها، لك وعم يجوا يعرضوني، واكبر واحد من اللي عم بيعرضوني بشغلي ما بيوصل لتحت زناري. شو في؟ لك شو هيدي زريبة هيدي ولا شو في؟ رجب شو في عوام؟ اهلا اهلا جار، كيفك يا حبيبي؟ شو في بضل طالع صوتك؟ يا اخي عندي مشاكل، انا بدي اشتغل بهالبناية ولا ما بدي اشتغل؟ بدي اعرف حالي يا زلمه. ليش بتضلك معصب يا زلمه؟ عم عارك جوني كتير. روح يا عوض، روح يا عوض. اهلا استاذ دومي، في مجال دبل هذا تحت زنارك بقى حاج نتع وعم تصفق فيه بالعالم؟ لك يا دومي تمثل انه في شيء بخلي الواحد يطلع من تيابه يا زلمه. لك خي شو في؟ شو المعصب هلا؟ شو السامه؟ لك عم بدي افهم شغله، نحن مثلا بدنا نصلح البنايه، حدا كان بدنا التعاون، بدنا اياكم تساعدونا شوي بقى. لك خي ما عم نعرف نشتغل. شو بنعمل لك اذا انت غشيبس؟ انا غشيب؟ هلا بدك تحط الاسانسور عم جرب نظبطه. ايه بدي اسألك، عم يوطس قصر بيوصل على 500. ليش؟ ليش؟ آه. والله مين مستلم الاسانسور؟ مش سهرات؟ سهري مزبوط معك. هيدي معك حافية، هيدي شلي على جنب. انا ما فوتت لك موضوع الاسانسور بالاساس. طلع على الخزانات، طلع على السطح، عم نجرب نلحم الخزانات لانه عم يشرشروا مي على كل العالم. هيدي شو قصتها هيدي؟ كيف بدنا نشتغل نحن؟ هيدي مين مستلمها؟ مش ابن اختك؟ بلا انا بحكي معه هذا برجع بدي له مش طب ليك اشيل له الموقف كيف بدنا نظبطه نحن؟ ما نجي ننظفه، ما نجي نضل البلاطات نظبطه، ما نجي نزيح المواقف كلها. لك عم نتعركش مش عم نعرف نشغل يا زلمه. هيدا مين مستلمه؟ مش ابن صاحبك الخامس؟ مزبوط. ايه بس هيدا ما بيمنع انه يكون في ناس عم بيعرجونا وعم بخلونا عم نشغل. خي مين عم بيعرجك؟ وخي كم واحد انتم بلجنه البنايه؟ نحن 30 واحد. لجنه البنايه هي مالفه من قد 30 واحد. 30 وروق ما تتسمسم. نحن كم واحد قلنا بلجنة البناية؟ ولا واحد. طبعاً شو طلع يعني؟ شو مين مستلم البناية؟ نحن مستلمينها بس في ناس عم بعرجونا. ليك خي مين عم بعرجلك لك؟ أنا بدي أعرف شغلة، أنا مش هقدر هيدا إصلاح كله هذا ما رح أقدر أصلحها للبناية من هلا ورايح. بدي أقول لكم يمكن أنا أقدم استقالتي ولا شو أقدم استقالتي؟ ما رح خليك، ما رح أقدم استقالتي، بتضلني معركش حالي وما رح أقدم استقالتي. طالع لك طالع شو بس طالع لك وخي. مش أنت على أساس ملك الإصلاح؟ بلا أكيد. طيب إذا ما عم تتصلح معك ليه ما بتغير؟ كيف يعني؟ يعني تغير بنية، روح على غير بنية، هيديك البنية روح على شو بدك فيها. ترك لنا هيدي، فرقنا بريحة طيبة. هيك برأيك التغيير بيكون؟ لا شو افرق؟ بروح على غير بنية وحضرتك تستلم اللجنة مثل ما كنتوا بالأول وتلفوا المصريات كلهم او تصفتون. لا وين راحوا؟ وين طاروا هول المصريات؟ وين راحوا؟ طب لو خي تعال لا بدنا نضلنا هون. لو خي ليه عم تعمل انت مثل ما بقول المطل؟ شو بقول المطل؟ انه لا بدك تحكم ولا بدك تنحكم ولا بدك تزيح من درب الحكيم. انت عندي هالكلمة؟ انا ما بعرف رح اوصلها لاعلى المراجع. يلا قلوبس رئيس البلدية. انا ما الله عالم.